عشان أوصل للتسخير أحتاج الإبداع، وهل في ناس تنولد من غير إبداع؟ لا، ما تحتاجين الإبداع للتسخير. يعني زي ما قلت لك مثلاً أنك أنت تعرفين البامية، هذه ما يحتاجها إبداع، وأنه أنت تعرفين أنه البامية تستخدم لشيء معين، هذه ما يحتاجها إبداع. وفينا هل في ناس تنولد من غير إبداع؟ نعم ولا. احنا وين الكرسي اللي احنا قاعدين فيه؟ ممكن انه في ناس تعتبر انه الاشياء او الادوات اللي هي مولودة فيها اشياء عادية، ما هي يعني اشياء مميزة. وممكن بعض الناس تعتبر انه كل شخص عنده رسالته الخاصة، ولا هو ما وجد، يعني مستحيل يكون شخص موجود في هذه الارض يعني زايد كذا، يعني رقم زايد بالغلط، صار حسبة بالغلط كذا وطلع زي يقول حمل بالغلط مستحيل، ما في هذه القصة يعني. فهو موجود عنده رسالة، عنده أدوات معينة تناسب هذه الرسالة. فمن هذه الزاوية نعم، الكل مولود ومعه إبداع ومعه رسالة ومعه الأدوات التي يؤدي فيها هذه الرسالة. إيش هي الأشياء اللي ممكن الناس تمارسها وتمنع قانون التسخير عنهم؟ بالدرجة الأولى عندنا الرفض، الرفض، إغلاق الأبواب. لا، هذه كثير تمنع التسخير. ممكن في أحد يطق الباب يبغى يساعدك وانت تقول لا. طيب شو نسوي؟ حاولنا بس ما ضبط الموضوع. كان في أحد بينقذك بس انت رفضت، كان في أحد بيقول لك بس انت رفضت، كان في أحد يبغاك تروح يمين بس انت رفضت، كان في أحد يبغى يعلمك معلومة بس انت رفضت، كان في أحد يقولك تعال تعلم قانون الجذب. بلاش بلاش والله بلاش، موجودة في الدورات المجانية بس انت رفضت. لا، قانون الجذب أبدا ما يشتغل يا ابن الحلال، وسخر لكم ما من السماء، ما يشتغل أبدا ما يشتغل. ليش؟ على أساس والله فلان قام. أي خليك انت وفلان، خلي ينفعك، خلي ينفعك. ففي ناس هم يعني ما يبغون يعني يرفضون تماما. لا لا يا عمي، يعني صعب. لا ما يبغى. مرات اشخاص يعني تقولهم شوف يا عمي كل البامية، نرجع البامية ترى مفيدة للموضوع الفلاني، يعني يقول لا بس البامية كذا يعني وفيها لزوجة ومزعجة وكذا. لا والله مزعجة. طب خلص استمر بالبلل اللي انت فيه. في ناس يعني هي تختار، يعني هي ترفض، ما تبغى التسخير يوصل لها. ومع كثرة الرفض ومع كثرة اغلاق البيبان ومع كثرة لا ومع كثرة الصد، الطاقات تتغير وتتحرك. الطاقات يعني تتحرك، ترى ما يعني الطاقة لا تقبل أنها تتكدس عند الباب. لا تنسى، الطاقة لا يمكن تتكدس عند الباب تنتظرك لما حضرتك توافق. لا، الطاقة تطق ما فتحت تمشي. أوكي، تخيلها بالطريقة اللي تبغى تتخيلها، هو عريس، هي فلوس، هي الطاقة تطق الباب، ما فتحت الباب، ما تقبلت، عاد خلص يمشي الموضوع، ما يقعد الموضوع. كورس الجذب موجود، ممكن بكرة ما يكون موجود، بكره ممكن ما يكون موجود. فمهم انك انت تفهم إن كيف انت تفتح قلبك، تسمح بانه الصوره الذهنيه اللي عندك مو بالضروره هي الافضل، ممكن في صور اخرى، لان التسخير يجي وممكن يغير كل القصص هذه اللي انت يعني مصر عليها. مثل التوكل، بس التوكل شويه يعني مختلف، بس اقصد على موضوع الصور الذهنيه. هذا شيء رئيسي يمنع كثير من الناس عن موضوع التسخير. ايضا موضوع شيء مهم، موضوع التدوير هذا حق الطاقه، التوصيل هذا كثير مؤثر، كثير كثير يفرق مع الناس في موضوع التسخير. في بعض الناس تؤمن بهذا الشيء وفي بعض الناس لا تؤمن بهذا الشيء.
ما تشوف انه هي لازم تمرر، لازم تدف الطاقة، لازم تحركها، لازم ترسل، لازم تعطي، لازم تقدم. في ناس ما هي شايفة الدنيا بهذه الصورة، وهي تطلب مرات انك انت تشوف الصورة الاكبر عشان تشوف الشبكة. لما تشوف الشبكة صح تفهم التسخير، لما تشوف الشبكة وين انت واقف، وين انت واقف وسط هذه الشبكة، وين انت دورك، وين تقدم، وين تعطي، وين تدف، وين تودي الطاقة من هنا، وين تستلم من هنا. كذا تكون انت يعني شغال وسط الخلية بطريقة صحيحة. على اي مستوى في سلم هاوكنز يكون الشخص يستفيد من قانون التسخير؟ ابغى اقول على كل المستويات، زي ما قلت لك انه ممكن انت تقوم بعدد من الاعمال بتطبيقات بتمرينات وتستفيد حاليا في اللحظة هذه اللي انت فيها، اللي انت محتاج قانون التسخير تستفيد. خلنا نقول انه ممكن يكون حالة تسخير، طيب، اللي هي ممكن تكون اسبوع، ممكن تكون 10 ايام، ممكن تكون اسبوعين، ممكن تكون شهر. وممكن شخص يكون في مرحلة انه هو يعني عندها التسخير وعندها فهم هالامكانيات وقدر يعني يتعامل معها ويديرها. طبعا هاي مرحلة عالية انه الشخص يكون طوال الوقت في هذا المستوى، لكن في اي مرحلة ممكن انه هو يشتغل ويوصل لنتيجة ولو مؤقتة. سلطانة تقول الناجحين اطول العمر بما ان لديهم شغف كبير. ما اقدر اقول كذا، اقدر اقول بما انه في شعور فانت حي، بما انه في شعور وجسمك طيب فانت حي، فانت مكمل الطريق. بما انه الشعور طار 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 ولا وقع ضرب في العالي ولا في النازل، او جسمك صار معطوب، فمعناها انت برا التجربة. طبعا النجاح يعني في شغف، في حماس، في شعور، في شعور. هل استطيع انوي نيه بنيه التسخير، مثلا انوي ان يسخر لي الله فلان للحصول على شيء معين؟ انوي نيه بنيه التسخير، مثلا انوي ان يسخر لي الله فلان للحصول على شيء معين. طيب خلينا نقول لك اياها بطريقه احسن. انوي انك تحصل على شيء معين، طيب، هاي زي سالفة أبغى زوج عشان أكون ثرية. لا، انوي الثراء مباشرة، انوي النية مباشرة. بلاش يا جماعة يعني تحطون إيش كذا، مطبات في الطريق، مطبات ولفات وإكزت. يعني حنا السيدات كثير نحب كذا الإكزت وندخل ونطلع. خلوكم مباشرة، طيب، حط النية مباشرة، شو الشيء اللي تبغينا عاطوا. هل ممكن انه كل الاشياء مسخرة لي لكن انا مو مسخرة لنفسي واعرقلها بكل مرة وامنع الخير عني بسبب كسل؟ اول شيء شوفوا، نرجع ونعيد ونزيد في موضوع الكسل يا جماعة والتسويف. يا جماعة لا تنسوا، اي احد يقول لي انا مسوف، انا كسول، ابغى اقول له معلومتين مهمتين لازم تشيك عليهم 100 مرة. 1، انت في الطريق الخطأ، هذا مو طريقك. 2، شيك على المعادن والفيتامينات والسموم في جسمك. نقطة. واضحة يا جماعة؟ يعني ابدا 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 ابدا، يعني خلنا نقول عشان ما نعطي قطعيات، يعني يمكن 1% اقول لك تعال خلنا نسوي لك تحفيز ونشجعك ونصفق لك عشان تتحرك. يعني واحد كذا مجامله يعني حاطتها بس للاحتياط. كسل، تسويف، انت في الطريق الغلط، انت جسمك في شيء غلط. بس الروح عندها يعني التحفيز الكافي، محفزة كفاية يا جماعة، كفاية. حتى لو كنت في الظلام جاي تسوي ظلام، محفزة كفاية في الظلام. بس لما تصير جسمك مليان سموم، فيتاميناتك مضروبة، معادنك مضروبة،
لما تصير في الطريق الخطأ صدقني بتفضل انك تقعد تحت البطانية ولا في شيء يعني، لانه الى الان ما في شيء يجذب الانتباه، ما في شيء يحرك شيء، ما في شيء يحرك الى الان، فلا بد ننتبه لهذا الشيء. كل الاشياء مسخره لكن انا مسخر نفسي وعقلي بكل ما من اخر بسببك، هذا هو خذيها مني.